السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنتابع درس الهندسة الفضائية. جيميتري دون ليسباس. اليوم غادي نشوفو ريغل غولاتيف او باراليليزم، القواعد المرتبطة ولا مرتبطة بالتوازي. بلون باراليل. الوغ هنا في الحصة اللي قبل كنا شفنا التوازي ديال مستقيم ومستوى. كنقولوا بلي مستقيم ومستوى متوازيان الا عندي واحد المستقيم فهداك المستوى يوازي المستقيم الاخر. زعما مثلا الا عندي دي واحد ياك و بي، هادو مستويين. الوغ باش نشوف واش دي واحد يوازي بي، اش خصني ندير؟ خصني نلقى واحد المستقيم في بي اللي هو دي دو دو ولا دي جوج دي اثنان يوازي دي واحد. الى لقيت هادي غادي نقول بلي هما متوازيين. دابا لا، دابا هنا عندنا مستوى ومستوى، فوقاش غادي نقولوا بلي هما متوازيين. سي دو دغوات سي كونت دان بلون سون باراليل ا دو دغوات سي كونت دان اوتر بلون الوغ لي بلون سون باراليل. كان عليا ندير ريسبكتيف باش نقول زعما من بعد كنتي بالترتيب، نقول زعما كل مستقيم يوازي صاحبه خوه في المستوى الاخر. في هاد الحاله هذه كنقولوا بلي المستويين متوازيين. سي دو بلون سون باراليل الوغ تو دروات انكلوز دون لان دي بلون اي باراليل ا لوتر بلون. دابا هنا في الحاله الاولى كنشوفوا واش المستوى متوازيان. الى بحال قلتي كنبينوها. دابا هنا لا، دابا في الحاله الثانيه كتعطينا مستويين متوازيان. الى رسمنا في احدهما مستقيم فانه يوازي المستوى الاخر. سي دو بلون سون باراليل الوغ تو بلون كي كوب لان كوب لوتر اي لور دروات دانترسيكسيون سون باراليل. لي دروات دانترسيكسيون سون باراليل. هلا شوفوا معايا دابا، بحال عندكم واحد كارتونا ياك، و كارتونا ياك، و كتعرف كارتونا فيها جوج ديال لي باز، ديال لي باز متقابلين مزيان. هذيك لي باز اللي متقابلين كيكونوا متوازيين صافي. انت غادي تاخذ مثلا واحد المسطره ولا واحد المسطره مثلا، في بامكانها ان تختلق تستقب هذاك الوجه ديال الكرتون وتستقب الوجه الاخر. قال لك الى عندي هذوك الوجهين متوازيان اللي هي نيت الحاله ديال الكرتون اللي قلنا، فان هذوك المستقيمين ديال التقاطع. شنو هما المستقيمين ديال التقاطع؟ هي هذاك الحرف فاش كتقطع المسطره الوجه الاول، والحرف اللي كتقطع فيه المسطره الوجه الثاني كيكونوا متوازيين. غادي نشوفوا الشكل باش ما نطولش عليكم. هنا بالنسبه للبروبريتي الاولى اللي هي كتهضر على ونشوفوا ونبينوا واش المستوى متوازيين، يكفي اننا نلقاو مستويين بالاحمر يوازيان مستويين بالخضر في المستوى الاخر باش نقولوا في الاخير بلي المستويين متوازيين. الخاصيه الثانيه هو عندك اصلا المستويين متوازيين، اذا كل مره ترسم مستقيم في احدهما قد يكون موازي للمستوى الاخر. ندوزو الخاصيه الثالثه. كما قلت لكم ها عندي هذوك اللي هذاك اللي بالزرق وهذاك اللي بالرمادي، هذاك اللي اون بلو اي اون غري، هما بجوج مستويين متوازيان، وهذاك الاحمر كيقطعهم بجوج. ملي كيقطعهم راه كيعطينا مستقيمين بالخضر وبالاحمر متوازيين. يلا ندوزو حاجه اخرى. اكزومبل، مثال. يلا اون كونسيدير ان تيترياد ا بي سي دي. هنا ثلاثي الاوجه ماشي رباعي، هذه ثلاثي الاوجه بحال بحال هرم ولا بحال بريزم، بحال جو ميكسكوز سي با بيراميد. Un pyramide. Alors, on note I,
G et K, 10 milieux respectifs de A, B, BC, BD et BD. Alors, non, 4 lardois chagrin. On note L et M, les points situés sur AC et AD, respectivement, et tels que A est égal à un quart AC et AM égal à un quart AD, montre que les plans IGK et ACD sont parallèles. هنا الخاصية اللي غادي نخدمو هي الخاصية الأولى اللي كتقول لك خص نلقاو مستقيمين مثنى مثنى متوازيا في كلتا المستويين. إلا لقيناهم غادي نختمو باللي المستويين متوازيين. مزيان، نجيو دابا نمشيو لحنا لهذاك المستوى إي جي كا، مالو فيهم مستقيمين. هاد المستقيمين اللي غادي نختار هو اي جي مع اي كا. شنو عندي؟ عندي في المثلث ا بي سي، عندي في المثلث ا بي سي، عندي اي لو ميليو دو ا بي، جي لو ميليو دو بي سي، اي دابري لو تيوريم اللي شفنا في الثامنه الثانيه اعدادي اللي كتقول التوازي في مثلث، فان اي جي يوازي ا سي. مزيان، ندوزو للوجه اللي لور اللي كيتوجد في اللور اللي هو ا بي دي. بنفس الطريقة عندنا اي لو ميليو دو ا بي، كا لو ميليو دو بي دي، وحسب الخاصية ديال التوازي في المثلث ولا كنديروها مباشرة، فإن اي كا اي باراليل ا ا دي. مزيان، اي جي دابا باراليل ا سي، اي ا دي باراليل ا اي كا. مزيان، دابا ملي عندي دابا لقيت بلي اي كا اي اي جي سون انكلو دون اي جي كا، اي ا دي سي اي ا سي اي ا دي سون انكلو دون ا سي دي، اي سون باراليل دو ا دو، الوغ ils sont parallèles. مزيان، montrer que la droite CM est parallèle à IJK. دابا مزيان، دابا اش عندي؟ بينت بلي هاد المستوي متوازيين. إذا أنا راني في الحالة ديال الخاصية الثانية اللي كتقول إلا عندي مستوي متوازيين، شكون عطاني هادي؟ عطاها لي أولا هذاك التمرين، هذاك السؤال اللي حليت في الأول، هذاك السؤال اللي حليت في الأول هو اللي يمكن لي باش نلقى بلي IJK باراليل أ A, B, A, D, C. A, D, C. Mzien. Dabar chadi ngoul. M appartient à quoi? M appartient au plan A, D, C. Iden, la droite CM, malha, est incluse dans A, D, C. Savez? On met les houa, kent semin la hor, ou andna A, C, D est parallèle à I, J, K, alors, CM est parallèle à IJK. هنا غادي تشوفوا نفس الهضره اللي قلنا. الله، عندنا بالنسبه لهذوك الاخر غادي نخدموا فيهم هذيك الخاصيه ديال التوازي في المثلث جوج بهم. في الاخير هذا غادي نخدموا فيه لو فيت الخاصيه الثانيه اللي كتقول باللي الا عندي مستوي متوازيين فكل مستقيم ضمن احدهما يوازي المستوى الاخر. تيغيم دو طوا، السقف مثلا، كيقول السقف يمكن طوا، الا سوا دو دروات دي ان دي دو باراليل، اون كونسيدير دو بلون سيكونت دو تيل سورت كو بي ان كونتيان دي ان، بي دو كونتيان دي دو، دون سي كونديسيون si condition la droite d'intersection de P1 et P2 est parallèle à D1 et D2. C'est bien. هنا قال لك الا عندي دابا ماشي بحال قبيله فاش قلنا مستقيمين مستوي متوازيان وواحد المستوي كيقطعهم، لا دابا عندي مستقيمين متوازيان، زعما بحال قلتي عندي بعدا مستقيمين مستويين متوازيين، عندي واحد المستوى هذاك المستوى مالو
داك المستوى فيه موسيقى متوازيان، وغادي نمروا فيهم مستقيمين مستويين، زعما بحال اللي غادي يدوزوا من هذاك المستقيمين جوج ديال المستويات. هذاك التقاطع ديال هذوك المستويين اللي غادي يدوزوا من هذ المستقيمين غادي يتقاطعوا في مستقيم، هذاك المستقيم غادي يكون كيوازي هذاك المستقيمين الاولى. يلا شوفوا الشكل مزيان، هذا هو يلا المستوى اللي كنهضروا عليه في الاول هو المستوى بالاحمر، والمستقيمين المتوازيين اللي فيه هما ايضا بالاحمر دي 1 دي 2، وعندنا المستوى هذا بالزرق وهذا بالمارون ولا ما نعرف، وهذا بالبني. مالهم غادي يدوزوا منهم، ملي غادي يدوزوا منهم غادي يتقطعوا الفوق في يتقطعوا باش يعطونا الشكل ديال الخيمه. هذاك المستقيم اللي كيتقطعوا وفقه مالو اللي بالخضر يوازي هذاك اللي بالحمر، هذوك بجوج اللي بالحمر اللي هما اصلا متوازيين. جينيراليزاسيون يلا نعمو دابا الحاله. يلا هنا بالنسبه لهذا الحل اللي شفنا النهائية عاودناها دغوا دانتيرسيكسيون باراليل. هنا في هذه الحالة هذه دغوات دانتيرسيكسيون كونكورونت. هنا في هذه الحالة هذه الثانية هي ملي كيكون عندي في مستقيمين غير متوازيين، مستويين كوبلانير مي نو باراليل. ألوغ في هذه الحالة هذه كيعطيو لنا التقاطع ديال المستوى اللي كيدوزو منهم بجوج، كيعطي لنا مستقيم مالو كيتقاطع معاهم في هذيك النقطة ديال التقاطع ديالهم. إذا هنا كنقولوا بلي لي دغوات سون كوكورونت. إكزومبل، أون كونسيدير أن كوب أ بي سي دو إف جي، أون نوت إي إي جي لي ميليو ريسبكتيف دو سيغمون أ دي إي بي سي، ديتيرمين لا دغوات دانتيرسيكسيون دو بلون أ بي إف إي دو بلون إي إف جي، تراسي لا دغوات دانتيرسيكسيون دو بلون A, C, F, E, E, F, G. Mezien. A, B, F. La choufou ma mia ya. A, B, F. Mezien. A, B, F. Kouchi jaf ha. Nzou dabal E, I, G. E, I, G. Mezien. Hadou, chardi ndirou dabal. Ghadi nbqaw l'lahdo. Ghadi bhtu ala mustaqimayin. Ki yintamoul had mustawayayin. Ou humam tuwazin. Zama, ghadi nchoufou. شنو هو المستوى اللي كيضم مستقيمين من هاد المستويين وكلهم متوازيين؟ يلا هنا الى لاحظنا باللي ا بي سي هو المستوى اللي كيضم هادوك المستقيمين اللي كنبحثوا عليهم. اذا هنا هذاك المستوى اللي بالاحمر اللي شفنا في تيغيم دو توا اللي كيمثل هذاك المستوى اللي بالاحمر هو ا بي سي. يلا شنو عندي فيه؟ عندي فيه اي جي اي باراليل ا بي. يلا دابا المستوى اللي قلنا هو او اي جي مع ا بي اف. مزيان، هاد المستويين غادي نشوفو غادي يتقاطعو حسب هاديك تيريم دو توا. اشنو عندي؟ عندي المستوى اللي كيدوز من اي جي هو او اي جي، والمستوى اللي كيدوز من ا بي سميتو ا بي اف، والتقاطع ديالهم كيبان ليكم بلي هو او اف. سي بيان، على التقاطع ديال هادو الامتداد ديالو هو او اف، وحتى هذا الامتداد ديال الاخر او اف. اذا او اف غادي يكون كيوازيهم بجوج، كيوازي اي جي وكيوازي ا بي. دوزو السؤال الاخير، تراسي لا دغوا دانتيرسيكسيون دو بلون ا سي اف اي او اف جي. ا سي اف اي او اف جي، او اف جي هو اللي في الفوق. مزيان، غادي نقلبوا نفس القضية، غادي نقلبوا على مستوى كيضم مستقيمين من هاد المستويين ويكونوا متوازيين. يلا المستوى اللي غادي يضمهم هو ا سي جي ولا او ا سي بحال. إذا هنا هاد المستوى هاد المستقيم او جي ضمن المستوى او اف جي، وعندنا المستقيم ا سي ضمن المستوى ا سي اف. ا سي اف مزيان، هاد المستقيمين متوازيين. مزيان، نشوفوا دابا حنا ملي كيدوز منهم هذوك المستويين بحال هذاك تيغيم دو توا، ديما كنحاولوا نطبقوا هذه. الا شفنا مزيان بلي هما بجوج هذوك المستويين، المستوى اللي جاي من ا سي وداز من اف،
والمستوى جي اف اصلا كيدوز من اف. اذا هنا اش غادي نقولوا؟ غادي نلقاو مستقيم يوازي اش يوازي ا سي وكيوازي في نفس اللحظه او جي وكيمر من اش من اف. اذا ديتيرميناسيون دو سو دو سي دووات سي لا دووات كي باس بار اف اي باراليل ا سي اي او جي. الا يمكن لكم تراجعوا داكشي اللي قد دابا. اذا كونتيان سيمولتانيو لا دووات دانتيرسيكسيون باس بار اف. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي ا لا بروشين ان شاء الله.